بحثت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي مارغريت ساروفيم مع مدير المركز الديموغرافي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أميرة وادروس بحثت الموقف التنفيذي لمشروع تنمية الأسرة وما تم إنجازه خلال 3 سنوات الماضية من المشروع، بالإضافة إلى التدخلات الجديدة ومستهدفات المشروع خلال السنوات القادمة. إذا اتفق الجانبان على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق ربط شبكي بين منصة مشروع تنمية الأسرة والمنصة التي يتم تسجيل بيانات المنتفعات من تدخلات التوعية التي تقوم بها الرائدات الاجتماعيات، والاستفادة من تحليل البيانات لتوضيح حجم الجهود المبذولة ومردودها.